قال بعض الناس يصف من أمر بالسمع والطاعة أنه يتبع التيار المدخلي، المدخلي الشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ زيد ابن محمد بن هادي المدخلي، اسمه قريب من الاسم الأول لكن هو أكبر منه. وغير هؤلاء من العلماء، وده يا جماعة ده من شغل قناة الجزيرة، تلك القناة قناة الخنزيرة قناة الفتن، والله الذي لا إله غيره تحارب منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس بتاع فتن يا أخ، مظاهرة تلقاها في الشارع قدر كذي يجيبوها قدر، يجيبوا لك البلد كلها قلبت، والله الذي لا إله غيره تمرق الصباح بركشتك ما تلاقيك دعشوشة، يطلع لك البلد كله وكذا. جايبين برنامج كامل، خشوا اليوتيوب برنامج كامل بحاربوا في المنهج السلفي، يقولوا منهج الجامية ومنهج المداخلة، ابتروا في الكلمات ويلخبطوا ويلغوسوا، والله الذي لا إله غيره ده ما منهج محمد بن هادي المدخلي ولا ربيع بن هادي المدخلي، علماء أجلاء نحسبهم والله حسيبهم، ولا الشيخ محمد أمان الجامي ولا غيره من المشايخ والعلماء، ده من ما منهج جابهن، ده منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. والآن دي سمعت 25 حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز الخروج، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوا دي، دي عادة أهل الباطل قديما وحديثا، دائما بس إشاعات بس، ولا عشان يبطلوا الحق يقوموا يعلقوا في شخص والشخص يبغضوا الناس منه فيه. بعض المعارضين يقول أنتم مدعومين من الحكومة لذلك بتقولوا يعني هذا الكلام، مدعومين بكم؟ وخلاص الريال وقف، ما قلت مدعومين من السعودية، واحد في البلد قريبنا قال لي كبير في السن أصلي توفى رحمه الله، قال لي ده أنا خش معاكم ها بتدونا بالريال ولا بالدرهم الكويتي، قلت له والله لا لمنا في الريال ولا الكويتي ولا دايريني ولا دايريني، عندنا أخواننا صاح في بلاد الحرمين نحبهم وكذا 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 ويحبونا، ومنهم من نعرفه ومنهم من لا نعرفه، وعندنا أخواننا في الكويت وفي غيره، عندنا أخواننا في مصر سلفيين، عندنا أخواننا في الجزائر من واصل سلفيين، عندنا أخواننا في المغرب سلفيين، عندنا أخواننا في تشاد سلفيين فارقوا الحزبيين، أخواننا في فرنسا سلفيين، عندنا بيتصلوا بينا بقول لنا الأيام دي كوكاكولا كاتبين فيها كذا اردموها شنو كذا كذا، توحيد متابعينه من هناك، بدع متابعينا معاصي بيردوا من هناك، اخواننا في العالم كلهم سلفيين، ما في كلام ده كلام باطل ساو، مدعومين قال من الحكومه، جايين احنا شفتنا جايين بتاتشر ولا شايلين بندقيه، اقسم بالله انا ختاينا ما بعرف يضربوها كيف، مدعومين كيف يعني؟ وين كتمت البلد دي يدنا دي الباسطة اللي أكلناها كلها بناخدها هنا دي كلها الباسطة بتجي كده بس شغلة دي ما معروف تمش وين، مدعومين قال يا ناس خلوها مستورة زي إن مدنا بتلقوا حاجات مكتوبة ديون ومصايب خلوها مستورة زي، وما دارين من زول حاجة بفضل الله، والله ما دارين من زول أبدا شيء، لكن والله إذا كذب والله ما في زول داعمنا أبدا أبدا، والليلة لو مسكونا بكل صدر رحب ما عندنا جريرة عشان نخاف منها ولا أمنجية، لكن ما ضد الأمن ولا بندعو عليهم ولا بنحرض الناس عليهم ولا بنرد عليهم في الملأ ولا غير من أهل البلد ولا كذا وكذا من الناس، كلام كله كذب يا أخ، وده ما قالوا لنا نحن برانا، قالوا لأي عالم جاب دعوة الحق دي صدع بالمنهج ده يا قالوا ليت وهابي يا قالوا ليت مدعوم من السعودية يا قالوا ليت مشدد يا قالوا ليت داعش يا قالوا ليت عميل يا قالوا ليت تابع للحكومة، الباص بس قول لهم دليل شنو مدعوم دليل شنو، كل ما عنده قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون ونحن خصماء بين يدي الله تعالى لكل من نشر باطلا وصفنا به ونحن لسنا بموصوفين به، أي زول ظلمنا ضربنا أي زول اعتدى علينا في جسدنا ده في مال في غيره والله عافين لوجه الله سبحانه وتعالى، أي زول شوه صورة دعوتنا دي اللي بندعو لها دعوة الكتاب والسنة والأدلة والحجج الساطعة القوية
ولبس على المساكين والضعفاء والجهلة، نحن خصماء بيننا وبينه أما وخصماء له أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.